ودلوقتي خلينا ناخد ايضا يعني بعض المداخلات ايضا للرياضيين اللي بيبذلوا مجهود واللي بيبقوا موجودين واللي هم ايضا سعداء بهذا الخبر، لانه كمان هو بيأكد على مجهودهم وعلى اللي بيقدموه، مش بس هم واهاليهم كمان. خليني اخد الرياضيه الرابعه رحاب رضوان. مساء الخير يا رحاب. مساء النور على حضرتك، ازاي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت يا رحاب؟ الحمد لله بخير الحمد لله. قولي لي خبر تقلد السيد الرئيس هذه الجائزه، وهي خاصه ايضا بكل المجهود اللي بيقدم من اجل قادرون باختلاف، كلميني بقى قولي لي. والله انا اول ما سمعت كده وقريت انا اتبسطت جدا، وقلت هو بصراحه يستاهل اكتر من كده بكتير، لان هو عامل معانا مجهود بصراحه جبار في اخر 7 سنوات كده. هو بصراحه كان حريص على رفع حاله الوعي بحقوق ذوي الاعاقه في مصر. هو اصلا عمل اصدار القانون ذوي الاعاقه سنه 2018، وعمل ذوي الاعاقه زي عام 2018 بعام ذوي الاعاقه. احنا كمان احنا اتبسطنا لان هو خلى المجتمع يبص لنا بنظره تانية. احنا ما كنا مهمشين، محدش بيسال علينا، محدش بيبص علينا، لا هو رفعنا رفعه محترمه في المجتمع، خلى الناس تعرف بقى لنا دور في المجتمع في كل حاجه. وكمان هو عمل لنا انشاء صندوق دعم الاعاقه، وافتتح معارض ابداعيه لذوي الاعاقه، ودرس المناهج اللي هي ثقافه الاختلاف واحترام الاخر. ده برضو طبعا بيغير طبعا نظره المجتمع لذوي الاعاقه. مفيش حد يقدر يبص لنا نظره غير اللي كانوا بيبصوا لنا دلوقتي، لا احنا ما شاء الله بقى لنا دور في المجتمع، بقينا ابطال وموجودين وبنحقق وبنرفع علم مصر. انا خدت وسام الجمهوريه 3 مرات طبعا مع سياده الرئيس. طبعا انا ببقى مبسوطه وفخوره. كان بيبقى جداً. احساسك ايه؟ احساسك ايه اولا انت تاخديه 3 مرات وتبذلي المجهود ده، يعني احساسك ايه؟ مش انت بس، انت واسرتك كلها يعني، وانا شايفه صورتك الجميله هو انت موجوده مع فخامه الرئيس. احساسك كان عامل ازاي في شرف لينا طبعا ان انت تقابل اكتر حد، يعني سياده الرئيس ده اكبر قائد في الدوله كلها، طبعا شرف لينا وفخر لينا طبعا. طبعا انا لما بروح ببقى مبسوطه جدا، وده بيديني حافز كبير جدا ان انا البطوله اللي بعدها ان انا اجيب ذهب واعمل انجاز كبير عشان اقابل سياده الرئيس المره الثانيه ويقول لي شرفتينا ورفعت راسنا. انا ببقى مبسوطه لاني بحس ان انا عملت حاجه. أكيد هو وعدنا إن شاء الله إن إحنا عندنا تكريم معاه قريب تاني إن شاء الله. أكيد يعني هو ما بيسيبش لحظة كده غير لما إحنا نبقى موجودين معاه، ودايما لما بقابله بقول له دايما إن أنا مبسوطة إن ما فيش أي احتفالية في مصر بتحدث غير لما بيكون فيها عنصر من ذوي الاحتياجات الخاصة، بيبقى حريص على ذلك. طبعا طبعا. يوم المرأة العالمي، يوم في عيد الأم، بلاقي نفسي مع الأستاذة انتصار السيسي بيجي لي دعوة، ببقى مبسوطة، بحس إن أنا أنت حاسة إن أنت طبعا بلدك بتقدرك، وبتقدرك لانك كمان بتبذلي مجهود، يعني انت كمان فخر يا رحاب، بتبذلي مجهود وبتعملي رياضه وتجيبي اوسمه، فاكيد بلدك لازم هيكون التقدير هو العنوان اللي بتقدمه لك طول الوقت. الرباعه رحاب رضوان، بشكرك جدا يا رحاب، والى الامام على طول.